لأن الله محبة هنحب الناس قوي وهننشر مملكة يسوع وسطهم، إن احنا نساعد الناس وإن احنا نقول لهم إن احنا بنحبهم، مش لأن احنا حلوين لكن لأنه الله محبة. إزاي هنعمل كده بطرق عملية؟ تعالوا نشوف التحدي اللي حطته قدامنا ريتا. إزاي نقول للناس إن الله محبة؟ إزاي ننشر مملكة يسوع؟ تعالوا نشوف التحدي ده في الفيديو اللي جاي ونرجع نكمل مع بعض تاني على طول. يلا بينا. اسمي ريتا، بشتغل بسات 7 المحطة المسيحية الفضائية اللي بتشارك كلمة الله ومحبة الله مع الناس بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ألاف ويمكن الملايين من الأطفال اليوم جوعانين، عطشانين، خايفين، مخبيين بملاجئ أو عايشين بخيام، وكل يوم عم يشوفوا الموت، كل ساعة يمكن عم يشوفوا الموت، وبعد هالأشياء عم تنعمل باسم الله. بس الله محبة، فخلينا سوا نبدأ بأونلاين كامبين فيها نرسم شيء بيعبر عن محبة الله، أو فينا نصلي لملايين من الناس اللي عم تتعذب بعالمنا العربي وخاصة الأولاد ونحط الصلاة أونلاين، أو فينا كمان نشارك بعمل خير أو نعمل عمل خير مع الناس اللي حوالينا، يمكن مع الناس اللي عايشين بالخيام، خاصة الناس يمكن مش مثلنا ما بيشاركونا ديانتنا أو عقائدنا أو الأشياء اللي بنفكر فيها. خلينا نرسم، نصلي، أو نعمل عمل خير ونحط كل هذه الأشياء أونلاين. فينا نبدأ بسات 7 لبنان، كل شخص موجود هونيك فيك تصلي، فيك ترسم، أو فيك تعمل عمل خير يبرهن ويفرج الناس عن محبة الله. سات 7 إيجيبت، سات 7 مصر، أكيد سات 7 إيجيبت يعني مصر، سات 7 بكل العالم، يمكن الناس اللي بيتبرعوا لسات 7، يمكن الكنايس، ساندي سكول. تعملوا هذه الأشياء كلها وحطوها أونلاين وخلينا نذكر العالم إنه الله محبة. وهو ده التحدي اللي قدامنا النهاردة، هو ده التحدي، إن احنا ننشر ملكوت السماوات وسط الناس، إن احنا نحبهم ونقدم لهم محبة ونقول لهم إنه الله محبة، عن طريق إن احنا نعمل أعمال فنية تقول إن الله محبة، عن طريق إن احنا نعمل هاند كرافتس، رسومات، نعمل ترانيم جديدة، نصلي لهم، نروح نزور حد صاحبنا في المستشفى يمكن يكون عيان، وصور نفسك وأنت بتتصور معاه كده في المستشفى أو حتى في بيته وأنت بتزوره، وأقول لهم إن أنا مش بعمل كده علشان إحنا حلوين، لا، إحنا بنعمل كده لأن الله محبة، وده التحدي بتاعنا إن إحنا ننشر ملكوت السماوات ونحب كل الناس زي ما يسوع حبهم بالظبط. يلا نقول مع بعض، لازم أحب كل الناس ولازم أقبلهم، يلا بينا. لازم أحب كل الناس، لازم 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 أقبل كل الناس، لازم 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 أحب كل الناس، لازم 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 أقبل كل الناس، لازم لازم. ربي بيشرق شمسه ويمطر أمطار على كل خليقته، وأنا طبعاً مش هختار. ربي بيشرق شمسه ويمطر أمطار على كل خليقته، وأنا طبعاً مش هختار. لازم أحب كل الناس، لازم 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 أقبل كل الناس، لازم 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 أحب كل الناس، لازم 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 أقبل كل الناس، لازم لازم. ربي يسوع يحبهم، مات علشانهم كلهم، وأنا لأني في قلب يسوع أنا وياها أحبهم. مش عشان أنا حلو ولا حاجة، مات علشانهم كلهم، لكن عشان وأنا لأني في قلب يسوع أنا وياها أحبهم. لازم أحب كل الناس، لازم 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 أقبل كل الناس، لازم 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 أحب كل الناس، لازم 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 أقبل كل الناس، لازم لازم أحب اللي حبوني أو ما حبونيش،
من غير حب يسوع مش ممكن أعيش، أحب اللي حبوني أو ما حبونيش. من غير حب يسوع مش ممكن أعيش. بيشرق شمسه تاني، ربي بيشرق شمسه ويمطر أمطار على كل خلق، وأنا زيه وأنا طبعاً مش هختار. ربي بيشرق شمسه، صلي معانا كده وأنت بتسمع الكلام ده، قول له يا رب على كل خلق وأنا طبعاً مش هختار. أيوة. لازم أحب كل الناس، لازم 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 أقبل كل الناس، لازم لازم يحبهم مات علشانهم كلهم، وانا لاني في قلب يسوع انا وياها احبهم. رب يسوع يحبهم مات علشانهم كلهم، وانا لاني في قلب يسوع انا وياها احبهم. لازم احب كل الناس، لازم 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 اقبل كل الناس، لازم اللي حبوني او ما حبونيش. من غير حب يسوع مش ممكن اعيش، احب اللي حبوني او ما حبونيش. من غير حب يسوع مش ممكن اعيش. لازم احب كل